تطلع لي بطاقه زي دي ورجعت الله ده خلاص من الكيزان ده خلاص من الجرزان يا كيزان اقسم يا كيزان اقسم بالدم 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 شهداء رمضان حرم بالدم 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 شهداء رمضان حرم كل الشهداء مرضيتوا شعب السودان زل مرضيتوا العيش الضاقت رحلوا الناس بالعربات فاحنا كنا اخر مجموعه حوالي 20 نفر معانا كمبي شالوا الاولاد شعر طويل قصروا وبعديها نظفنا شعر النيل رقدونا في المويه كانت تحت المطره صورتني من البدايه سلميه صوره شوي فما كان بيدنا نعمل اي حاجه حتى لو هم ضربوا الرصاص احنا صورتنا سلميه ثاني حاجه كنا بنقول لهم صور احرار حنكمل المشوار لانه احنا عارفين روحنا انه احنا حنقدر حتى لو الاعتصام يتفضى حنقدر نمشي بعدين طابعين على دلمتين ماشيين مع دلوين صارشين شايلين الهم شايلين الهم فوقكم فالهم من دفة قصار سال الاعمال من جم في النيل مضروب الرصاصة وفي الوقع في النيل هو اصلا وقع كده عيد الوقع وقع الدردق وقع في النيل وفي الربطوهم كده تربطوا عديد كده رموهم في النيل في ناس تربطوا بتقالات رموهم في النيل نحن كأولياء دم نطالب بالقصاص وإصلاح الغضاء وأن ما تم في فض الاحتصام ليس جريمة قتل عمد فحسب بل هي جريمة ضد الإنسانية. نحن نطالب بإقامة محاكم خاصة وأن يتم فيها محاكمة من أصغر وأن تمنع الحصانات من أصغر جندي لأعلى رتبة ممثلة في البرهان. نحن يعني بصفة عامة ما عندنا الإمكانيات بتاع أنه نحمي الشهود ولكن هذا واجب الحكومة والحكومة متعهدة بذلك. في شباب ضحوا بدمائهم على اساس انه غير النظام ونجحوا لكن بعد انه ضحوا الشباب فوجئنا انه ناس الحرس القديم موجود في مثلا المواقع بتاعته وما تغيرت